أهلا وسهلا وألف صحة وصحتين. الصحة ما بدها صحن، ولكن الحقيقة هي بصحن الكعبة، بالصحن الداخلي بالمكعب يلي فيك. ولكن رح فرجيكم هالصورة ورح تشوفوا، خبرتكم عنه The Food Revolution Network، اسمه نعم جون روبنز بيو. وهلأ بيلي كلينتون والجور وجينيفر لوبيز وكثير من الناس الشخصيات المهمة عم بتروح لعنده وبتقله معك حق، لازم الأمراض تروح كلها وما لازم نهتم بجمعية الـ FDA. بس هذا كلام، رؤساء جمهورية العالم كلها عم تخدم جمعية السلاح. جون روبنز هيدا ابنه اسمه أوشن روبنز، بس اتطلعوا بهالصبي بعد تحت العشرين، ولكن هو اللي استلم جسديا صغير، بس هو ساجد وسر كبير بالجسد. جسدك سر، great mystery in the body، وبهالجسد هو فيك مش انت بجسدك، الجسد بالساجد، الساجد هو الوجود مع الواحد الأحد. أسرار كبيرة بقلب الشاب الصغير وهالطفل من هو صغير بيحكي فيهم. ولكن وقت اللي بعثوا لي وقالوا لي مريم ما لازم تحكي هيك العربي ولا إنجليزي، ولازم ما تكوني وتحطي هيك شريطة هون ومسكر لك تمك شلخ شلخ، قلت له ايه معكم حق، رح تجيب الدغري وراق، أنا عندي عشق للوراق. قلت قريبا رح ينزل الكتاب اسمه الحياة 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، وشوفوا الحياة بكل الديانات وبكل الطرق والعزقة جوا. هيدا علم ليش هالعزقة صفرة، وليش بتحب، أنا ما كنت حب الأصفر، اليوم قلت مبلا بدي بلش حب لون الأصفر، وجبت ورق صفر ورح أكتب. الأصفر هو بيشيل الحقد، وموجود بالكبد بطاقة الفجر، ما بتتفجر إذا عنا حقد. رح أجيب أصفر وحط بهالكتاب لون الأصفر، لأنه هالحقد منجيبه معنا من ألوف السنين ومن ألوف السنين. وهيك هلأ كل الديانات موجودة، ولكن الدين الفطرة الإسلام، السلام عليكم 11 واو 3 عليكم السلام، بارادوكس، السلام عليكم وعليكم السلام. ولكن نشفيف، الحياة في الموت 3 4 5 6 7، انتبهوا 5 6 7. هالعلم حق الله حط الإمام علي بأعداد الإنسان عدة، ولكن هالعدة هي كمان إلى عدد. أنا خلقت بهالسنة جسديا جايبة معي طاقة بالخوف، أنت خلقت بهالسنة طاقة الفجر جايب معك طاقة كمان حقد، هون طاقة الغضب، هون طاقة الخوف، هون توتر قلق، وهيك يعني كلهم بيتناغموا مع بعضهم. إن خفتم من شيء فادخلوا فيه، بس ما في تناغم إذا ما في عنا أكل. هيدا كتاب بالإنجليزي، يمكن في شي 50 كتاب أو 1000 كتاب بالإنجليزي عندي، كلهم تقريبا كل حكام العرب كل واحد عنده كتاب عربي أو إنجليزي بخط إيده. الوحيد هو سليمان فرنجية يلي شكر وعزمني وهي، وسمير جعجع هو بلبنان برا، بس ما عم يقدر يعمل شيء هلا. علي عبد الله صالح قال لي كتابك ليل نهار معي، بس ما بقى أنا رئيس وقاعد. إذا في أمل هو باليمن، إذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. وقت كان هو رئيس ما حدا كرم مريم مثله، بعت لي إنسان وزير أخذني من البيت ورجعني على البيت، وبعت معي قمح وهيك
وساعدني مبلغ ماديا اللي ما حدا عمله من كل الحكام إلا هيفا الفيصل. بس مميزة هيفا، مميزة، إجيها إشارات كتيرة وعرفته. مشان هيك ضل إلي أمل إنه إذا بدي أعيش مع حدا بندر ومرته وولاده وأحفاده. قلت له بس بنعمل تلفزيون صعب، يعني بدنا نضل نقتل بالعرب والمسلمين، أنا بدي أحط حقيقة إسلام الله. ما بدهم إياها، ما لازم العرب يعرفوا هالحقيقة، لازم يضلوا بالأبراج حفاة عراة نتطاول في البنيان. هالكتاب اسمه التانك، ليك حطيت تي وآش وآنكا، فيك تقراها تي آنكا، فيك تقراها تي آش آنكا. Thank you. هالثانك يو هي أو بتكون شكرا، تانكس، أو تانك تبيبات. بتعرفوا القصة، مرق الإسكندر وهالدبيبات قدامه وديوجين قاعد، قال له في عندي واحد من الوزراء بحبك كتير، جيت تشوفك، طلعت هيئتك فقير وشحات وعريان. بس الملك دغري انتبه انه صحيح بس حلو كتير ديوجين كشكل طاقة. سكت، قال له بس انا امبراطور ورايح احتل الهند وشوف امي. قال له بتموت قبل ما تشوف امك وقبل ما توصل على الهند. عما صوته رجف فيه، عطى اشاره. قال له بس انا امبراطور يعني بس بدي. قال له بس توصل على البيت بنعرف مين الامبراطور ومين الشحات. سكت الاسكندر، مرض ومات. وصيته للاسكندر كانت تحطوا له ايدي برات تبوت، زدتوا الأموال على الأرض خليها الناس تاخده، وخليني أعرف الأطباء ما حدا قادر يشفيني. مش الطبيب بده يشفيك، يا طبيب طبب نفسك، غذاؤكم دواءكم ودواءكم غذاؤكم. هلأ رح أقرأ أنا، فتحت هيك قبل قلت أحلى ما حطيت ورقة، أحلى ما أرجع ما أقدر أفتح نفس الصفحة. بيقول Let us share our food، خلينا نشارك أكلنا. وفي نوعين من الأكل، في فود اسمه humming، هامينج فود، طلعت الريحه يا الله، ما بكون جوعانه بس بمرق بشم هالريحه بتشدني الريحه. وفي اكل اسمه بيكنينج فود، من هون نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. اي اكل بدك، اقل شيء ثلاثه ياكلوا. شو هني هون بلا هي هو أربع مقلون قيمة كافية يا عنصر حيمي، ما فيك تبكي زر، ما فيك تعمل شي هي. شان هيك بس واحد في سر كبير، مثلا إذا رأيت عجقت سير والطريق مسكرة عمل هيك بس ما تخبر حدا ليش، بصير يقولوا شعوذة. بس في ثلاث كلمات ثلاث أحرف رح أقولهم، بعتوا لي إيميل، لأن كل واحد حسب. فتح السير، ما في ما تحت صف السيارة. The divinity of trinity، كل واحد عنده هال divinity of three letters and three numbers. الحبيب وقت اجت لعنده امرأة وقالت يعني هيدي اختي، ما بعرف ليش ما لحظ منحوسة وشو اسمها، غير لها اسمها. تتذكروا هاي القصة، المنحوس منحوس لو حطوا على راسه الفنوس. قالوا كيف عم تقول هيك؟ قالوا رح يجربكم نحن. مين اللي عم يحكي؟ هيدا المهدي العباسي. قال له شفتوا هيدا الرجال مش كل يوم بيمرق على الجسر؟ مش كل يوم الساعة 5 بيمرق؟ ما بيضل ينق ويطق، أنا فقير وما معي مزارع وما معي لا آكل وما عندي شغل وما عم لاقي شغل وما أدري ليش هيك، أنا حظي منحوس. يا لطيف يا لطيف، إذا الله ما بيرد علي وأنا بضلني بدعي بضلني. قالوا إيه؟ قالوا تعوا جيب أصحابه. قالوا هشام تعوا خذ هالكيس فيه بذهب. قالوا إيه؟ قالوا بتحطه على نص الجسر in the middle of the bridge، هيك هيك نص الطريق، ما بتخلي حدا يقطع بس يمرق هي المنحوس، وأنتوا وقفوا هونيك وانا ناطركم. شوف راحوا كل اصحابه للملك
يا عم الملك عم بيعطينا برهان والملك بيحبوه كتير وبيفهم، والعباس صديقه للملك يعني. ما رأي هيدا؟ وصل لهوني قالوا له وليه؟ وليه وحدك امرأة؟ أنا بس أقول كلمة وليه بتذكر اللي واحد أنا بحب كثير هالكلمة، ليش بتقولها؟ يعني وليه؟ وليه تعا؟ وليه تعا؟ يعني أنت ولي 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 ولاك الله. قال له ليه ما مرقت من هون وما شفت شيء هيك دق بإجرك أو شيء؟ قال له مبلاش دق بإجري شيء، بس أنا كل يوم بمرق بتطلع بالشمس، هالمرة قلت بدي أمشي وأنا وعيوني مغمضين، بس هيك بدي أمشي أنا وعيوني مغمضين دق بإجري شيء. هو السبب. وقت بيصير معي حادث بيصير معي شيء بقول أنا السبب، وإذا عرفت السبب راح العجب. أنا السبب، لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك، مشيئة الله اللي فيك وفيك انطوى العالم الأكبر. فإذا أي أكل أنا أكلت بحس أوقات هيك بإحباط وقوي وخوف. نحن نلتقى مرة بالأسبوع بوك كلاب، كتاب نقرأ كلنا. من أي شو أكلت؟ شو فكرت؟ شو بدي حقق هالحلم كله؟ ليه ما زبط؟ وليش هيك؟ ليش هيك؟ انتبه. أكلت بهي المطعم، ما عندي هالقوة النووية. شو أنا محمد يعني؟ محمد فات عند اليهودية أخذ سم، قالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأنت نبي الله. أنا شو عرفت؟ قالت له حاطة سم بالشم. قال له مش إن هيك ما تركت أخوتي ياكلوا، وأخوته يعني أبو بكر وجعفر و... فإذا ما نستكبر إنه أنا قال له إيمانك شفاك المسيح، لا أنا ولا بي وفلس الأرملة عطيت كل ما عنده، الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، بس هلا ما تعطوا لمين مكان أموالكم وهيك، تعلموا من غلطاتي وغلطات غيري بنتعلم. لا، الأقربون إلى الله أولى بالمعروف. أوقات الأقارب عقارب. أنا وين ما بكون برا بشوف ست محجبة بقول لها السلام عليكم، وعليكم سلام، بس بشوفها بتقربني أكثر من هوديك. خبرتكم يعني إذا بدي عيش مطرح عندك بالكويت بحب عيش بالمطار، شفت إشارات بمطار الكويت يا حبيب قلبي، يعني قلت له بنام هون بكنس مسح بجلي بطبخ. هلأ بالمطار بالكويت نسبة قوية من أولادنا مريضة وهيك، نحن بسببنا بسببنا شو عم ناكل؟ الأكل كله ملوث، لبقى تشوفه أورجانيك مورجانيك، وهون بلبنان وإحنا أجانب ومنجيبهم من هون نحن كله ما في شيء أورجانيك، لا بالبداية ولا بالآفية يعني. ماشي، شو ما جبت روحوا على الضاحية اشتروا خضرتكم كلهم بيشتروها من هونيك أرخص، لحق $100 بالبشرفية بالضاحية 20، روح الضاحية اشتروا من هونيك هز براسه. أنا الموبايل معي انكسر مرتين لحو هشام يشهد، بالأشرفية اشتري واحد أغلى شيء ما يتصلح، هيدا ما بيتصلح، قلت له هشام اعطيني إيه، مرتين انكسر ومرتين تصلح بالضاحية، جيت واخذته لهونيك على الأشرفية. قالوا يا اختي بالضاحية ما بتعرفش فيه، قلت له واحد قاعد على الطريق وبياخذ منك هيدا المعطل بيصلح لك ايه؟ شو ما عندهم عقل يعني؟ بيي كان هيك، واحد تاني ارمني كمان بدوما، وهلا بيي بس نزل على بيروت اي شغله صعبه عند اطباء اسنان عند هي الارمني، خذوه عند الارمني عند الارمني. اشتروا من عند الضاحية تياب واكل كل شيء بدكم اياه. وتعي على البيت في ملح، ما تاخذوا من ملح بلاد البترون والكورة كله مضروب، وقت اللي هونيك حطوا هالاشياء بي راح لعند بيك يا أمين الجميل بيت الجب ميل، ما حدا حبه مثل الأرمن لبيك، راح بي وفسر له انه هيدا هيك هيك، وراح بي لعنده بالليل واجا قعد مع الأرمن وقال له مزبوط هيدا الملح هون راح يكون مضروب ما فينا نعمل شيء، كان أرمني بيك أرمني قد ما حبيناه. تسترجي تحطني بصوت لبنان، ما أنا هونيك كنت، تكريم مادي معنوي ما في بصوت لبنان، الشيطان ولا مريم نور بالإعلام. أمين جميل عراسي، بعرف أنه أنت حكيت وقت كنت رئيس جمهورية وأنا كنت عند بندر وأنا كنت أمه لبندر وست البيت والأم والخادمة، يعني البدا يا مريم
كنت حاطت شعارات أعطونا الحرية واخذوا ما يدهش العالم. مين بده يعطيك الحرية؟ نقطها لها الحرية. وين راح خيك؟ وين راح ابنك؟ وين الأشرف السياسي؟ إلي أمل بسامي الجميل. إيه؟ عنده انتفاضة هالصبي. بس ما نقتله يعني. نقتله فكرياً وهيك. حاش تحكوا سياسي كلكم، شيلوا هالسياسي دناسي ونجاسي. أوباما منع كتاب، وأنا أعطيت إياه بإيدي. لا. Priests and politicians are the mafia of the soul and you are one of them. أنا وطالعة أقول لك صوت the president. شو بهلي يعني إن فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمة وهلأ بدهم يمنعوا هالكتاب؟ ما في كتاب منه موجود. إذا مش مكتبة أنطوان مكتبة تانية اسمها مالك مكتبة مدري شو، كل كتبه حطتهم بال هون مش بيقولوا له بالفيترينا. خبرتكم أول ما فات على الأمة العربية فات على مكتبة الأول برينت لتحسين خياط بأبو ظبي، وأول ما فات شرعياً قانونياً فات بسيارة خليل أبو الشوارب على بيروت. أنا كانت يفوت بطيارات خاصة، ومرة فات بطيارة خاصة سندي 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 سندي. قالوا له ليك هدي جايبة يا سندي وكله هذا بيشبه خميني. عما إجا المسؤول أخذ كتاب خبرته. سكر. قالوا له فادي. قال لهم بس تجي بدي شوفها. بس جيت بدي اياك المدير العام. قال لي صارت حادثه بحياتي وما قدرت ارتاح، فتحت الكتاب وخليته معي. The Book of Wisdom كتاب الحكمه. وهالقصه هو وجاره اخوه. وجاره بيروح على الصيد. واجا من الصيد معه باروده، تاري بعد فيها خرطوشه، خرطوشه بيقولوا خرطوشه. رصاصة شيء هيك. شو عمل؟ فادي عنده بنت اسمها زينة، وهو قال لها زينة وقفي هيك، مثل ما بيي بتصيد عصافير أنا بدي أتصيدك. وقفت هي عمرها 5 سنين، وهيك عمره 10 11. قال لي هيدا خي هرب هيك، وهيدا ما عاد يحكي هي واثنينهم بحبوا بعضهم. لما قرب الكتاب الحكمة شاف قدر القادر ما قدر. وين القدر والقدرة؟ انت فيك انه تقبل لتكن مشيئتك، لا يصيبنا الا اعقل وتوكل، ربطه للجمل. اللي رجعت رحت فتشت عليه قلت له انت خيي ولادنا ولادنا. فاذا اقرا ايها العربي دخيلكم، الكتب بالانجليزي موجوده كثير وبالعربي رح ضل اكتب كل يوم. ابتداء من هالاسبوع الكتاب اللي اسمه ما بعرف ما بعرف لحوة بإيدك إن شاء الله. الشيطان حاكم الحاكم والملك والحكومة، بس في عشائر بدي البدو، بديك عيش مع بدو. وخبرتكم كنت بتمنى يصير مشروع بالجنوب وبيحبوش شخصيا. نعمل شيء بالجنوب مشروع ومشروع بالشمال نينيتو، بيربطوا لبنان والجيران والجيران حتى سبع جار، وكل اللي بيشتغلوا بهالمشاريع صدقة. إذا جوعان في أكل، إذا عريان في بدلة، إذا حافة في صرمية. ما في ميل بس من المطار وما فوق في كل شيء. والمدرسة موجودة بس غير المدارس. عبادة وصلاة كلها، كل عمل عبادة، ما في ديانات، في التدين الإلهي. نعم الأذان بيرتفع، دق الجرس بيندق بربع الخوري، وانت بصوتك مش كلها مكانات وكاسات، ما في ابدا. مشروبات غازيه كلها ما بدها تغزينا، كلنا مي ومنحط عطورات فيها، وميتنا من ارضنا. ما بيكون في فوق البير انسان، لا ما في بيت، لانه بس يكون في بيت فوق هالبير يعني مصارف صحيه كلها. مثل ما هلأ ببيروت كلها مصارف صحية. انتبهوا، كتار من الناس يلي بيحضروا هالحضرة بيحسوا مثل الأم اللي بتصلي على كبيت المي بتسقي ابنها. ستنا هاجر زم 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 بس طلبت لابنها عم بيموت، كعب إجره إلى أبد الأبدين.
فحصل مي ومياه بهالكرة الأرضية. وكل أم عندها دعاء من قلبك ادعوني أستجيب. دايما قد ما فينا نصلي يلي عم بيغتصب اللي هيك اللي هيك حتى يشفى من هالمرض اللي هو فيه. وإذا أنت بتصلي للشجرة بتصلي لها بتصلي من شجرة لشجرة من غابة لغابة من لا 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 الكرة الأرضية إذا فيها 200 مريد مش مرشد، ما لقيت مرشد بالعالم العربي كاتم عن الحق شيطان أخرس لازم يحكي 200 مريد بيجي المرشد. الحل بلبنان وبالأمة العربية يجوا المرشدين منن عرب، لأنه بأمة العرب هلأ ما بقى في بني رشد راح بيجوا بيعيشوا معنا، بيعيشوا معنا حتى يخلق جيل 2 3. إذا بتشوفوا سابع جيل بالميكروبيوتيك ما بتصدقوا، ما إلو علاقة تاني جيل بأم وبيو والثالث والرابع والخامس، سابع جيل يا حبيب قلبي بالسعودية. نعم بيت الميزان نسيت اسمك هاشم العلوي. هلأ هاشم العلوي ما بقى عم بيهتم بالجسد، عم بيروح بالروحانيات. قلت له مرتك؟ قال لي كانت مرتي صارت رفيقة حياتي. كان عنده ولد وبعدين قالوا له بقى جيب ولد هيدا مريض. تاني ولد بالمدرسة بيقولوا له لك ابنك نبي، كلهم بيحبوه، إذا ضربوه إذا شي هيك بضل يبتسم بجيب أكل لغيره. هو ما بده المدرسة بيسمون إنديغوز. أنا شفت واحد مبارع عندنا بالحي ما قدرت ركضت ورا أمه جسديا. قلت لها ليكي هيدا ابنك مش معاق. قالت لي بفهم هيك بس ما عم بعرف. قلت لها ما تحطيه بالمدرسة، هو حطوا إنديغوز الولاد لا بقى تطلعوا بأجسادهم. هو أدمنه قوي نظف رحم أمه سفنجة مثل هوكي حضروا ماي لفت فوت بس أنا 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 بقول له إيه أنا عقلاتي هون شو هون مش معاقين جسديا you are different. بس أنا بحب أرجع عيش معهم أو نعمل لهم بيت في لبنان ونكون كلنا عايشين نتعلم منهم، لأنهم بيحطوا نور بالأرض. ما بتعرف تعيش تعرف تموت، نموت موت الموت يا حبيبي. أنت كل واحد منا يرجع ما تسكت كاتب عن الحق شيطان لازم يحكي. اتركوا صدقة جارية، انتبهوا لمين بتعطوا أموالكم، لا ترمون للخنازير. بس هلأ الخنازير أحلى من أي وزير، يعني هو بيضبهم بجيبته. قلت لليكي بي وزير وبيك وزير وبي حرام وبيك حرام، بس بي بيسرق أقل حفاها. يعني أنا بس أسمع حديثهم ما بفهم شيء وبحس له ماشي. إذا بتحضروا في مجلة اسمها الدبور من 60-70 سنة 80 سنة الكلام هو نفس الكلام، تغير التاريخ والأسماء صاروا أعداد أكتر، كانوا 30 نايب صاروا 50-70-80. بس بعدنا هالشك بالشك حاضر ناظر. هلأ مش زمن يلي بقلت له لبسمات وطن، مش زمن يكون في إنسان عم بيسلي. بدي مسلي هلأ، بدي سيف، بدي صوت المسيح، بيت بيت الله جعلته مغارة للصوص. نابغة هالصبي هو زياد الرحباني فيه ليل، بس هن النابغة. You are the creativity. بس ما بدي ناس انه مهذبين ولطفة بتبزق عليهم بيقول الدنيا عم بتشتي، بيضحك بيضل يسرق، بيضحك بيحطهم بجيبته بيضحك. انا بس اسمعك يا بطرس حرب قلبي بيوجعني. وين خيك ألبير؟ وين راحوا بيت حرب؟ هيك جان وغيرون بطرس كانوا يقولوا منين جاي ولا من تنورين؟ جاي من تنورين وجوعان. بيوت تنورين كلها مفتوحه. مره جاب بي بنت معه من تنورين من وطحوب، قالت له امي لا جايبه هالبنت صغيره، قال لها معسل بتعيش معنا بترتاح. امي ما قالت لا، كان في بركه، ربيت معنا وتجوزت من عنا. كانوا كلهم عائله وحده بلاد الكوره والبترون مطرح ما نروح. كان في طبيب أو اثنين بكل الأشرفية وأشرفية، كان بيه
كليد الكوره والبترون، بي طبيب سنين وخي امي طبيب صحه، ما يعطي دواء، بس نشوفك يا شحيده منصح، ايه ما تاكله، شيلوا هاللحمه، شفت لحمه هالقد وبرغل هالقد، بنعملهم كبه وبالجرن، بيقوموا قبل الضوء، لما اجى جوزك على الشغل، كبسته الشمس، الله يشفيه. كانت امي وكل الامي على ايامي يخشخشوا الاولاد، ليش خشخشتينه لي؟ البدي روح اسهر. والخشخاش بيطلع بالمقابر. هلا الخمره والادمان و لوين ما كان صارت الحشيشه. قال له شو بك يا شيخ؟ جاي على المستشفى. قال له جاي حلل السكر. قال له السكر محلل، حلل لي الحشيشه. مهضومين. في محطات خصوص بتضحك على رجال الدين ولكن ما بيسترجعوا على المسلمين. قام الشيخ قال لهم ما نحن مثلكم بشر بنغلط، وعلموا غلطتنا بضحكه، بس ما تكون جلقه. نوت ويكند. مثل ضحكه الاولاد، مهضومين كيف بيحطوا هالضحكه، مهضومين هالمدارس كيف بيعلموا التلاميذ بالضحكه وبالنكته. فاذا كل واحد منا يعرف اني انا حامله قلم وحامله مبرايه وحامله محايه، وثلاثتهم بيتناغموا مع بعضهم. انا ببريك، اذا ما بريتك ما بتكتب، انا بمحي الكلمات اللي مش حلوه. انا بكتب، انا بمحي، انا ببري، ونحن هيك ثلاثتنا. الكلمه هي الله هو الى المدد والابد والصمد.